للمغرب الآن يتخوف ناشطون مغاربة من اعتماد نمط التعليم عن بعد مرة أخرى في المدارس، وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم أنها أجلت الدخول إلى المدارس شهرا كاملا ليتسنى للفرق الصحية تطعيم التلاميذ البالغ أعمارهم بين 12 سنة و17 سنة. ويشكي أرباب المكتبات من انعكاس قرار تأجيل انطلاق الدراسة سلبا على نشاطهم التجاري. يشرف محمد درويش على واحد من المراكز التي تعنى بالتربية والتعليم، وأصدر عشرات التقارير والتوصيات بشأن وضع التعليم في المغرب وخاصة التعليم عن بعد. يتقاسم محمد تخوفه مع عدد من الآباء الذين يخشون احتمال اعتماده مرة أخرى. مصادقة الحكومة على مشروع على مرسوم التعلم عن بعد والذي يحتوي على 18 مادة لتأطير هذه العملية هو الذي جعل الأسر تتخوف من أن يكون هناك رغبة في استمرار هذه العملية التي أبانت عن فشلها بامتياز. قررت وزارة التعليم بالمغرب تأجيل الدخول المدرسي شهرا كاملا، إذ كان مقررا انطلاق الدراسة بداية سبتمبر الجاري. الوزارة عللت قرارها بحملة التلقيح ضد كورونا التي أطلقها المغرب لفائدة التلاميذ والطلبة. انعكاس هذا القرار لم يمس المدارس فحسب، بل أرخى بظله على قطاع المكتبات الذي يشهد في هذه الفترة رواجا كبيرا. أحمد مستثمر بقطاع توريد الكتب ولوازم الدراسة، يقول إنه خسر نحو 60% من رقم معاملاته جراء قرار التأجيل. قرار ديال التأجيل في حقه كان ضربة قاسمة للكتبيين، كما كتشوفوا يعني كتابات خاوية والناس تنتظر، ومازال واحد التوجس وتخوف من أن يكون دراسة عن بعد. معاناة طالت الأسر أيضا. ما استقبلناهاش بواحد الأريحية وبواحد الحماس، لأن التلامذ بحال حتى الأسرة فشلت. ويسابق المغرب الزمن من أجل الوصول إلى مناعة جماعية لمواطنيه ضد كورونا وإعادة الحياة إلى طبيعتها وخاصة بالمدارس. بين اعتماد التعليم الحضوري والتعليم عن بعد يراهن المغرب على تجاوز جميع العقبات التي تشهدها مختلف القطاعات من جراء تفشي كورونا. عودة الحياة إلى طبيعتها تشكل أولوية بالنسبة للحكومة الجديدة، يقول كثيرنا هنا. عبد الصمد الجطوي، العربي، الرباط. الآن من الرباط ينضم إلينا الدكتور رشيد أبو عبيد، أستاذ علم الاجتماع والبحث في التربية والتعليم. دكتور رشيد، مساء الخير. قرار السلطات المغربية تأجيل الدخول المدرسي شهرا كاملا عن موعده المعتاد، هل ترى أنه قرار سديد، قرار في محله؟ شكرا ومرحبا. بداية يعني وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي قررت يعني تأجيل الدراسة شهر كامل، لأن هناك مجموعة من الاعتبارات التي دفعتها إلى يعني اتخاذ هذا القرار، من بينها يعني ارتفاع يعني حالات الإصابة بكوفيد 19، بالإضافة إلى أن المغرب يعني عرف متحورات يعني من كوفيد 19، شيء الذي أدى بالوزارة يعني في إطار اللجنة العلمية بوضع توصية من أجل التأجيل ويعني تحفيز المواطنين على الإقبال على عملية التلقيح خلال هذا الشهر، خصوصا الطلبة والتلاميذ. وبالتالي فهذا القرار كانت له يعني مبرراته الموضوعية. الوزارة لا يعني تتخذ يعني مجموعة من القرارات التي بطبيعة الحال يكون فيها الجانب التشاركي مع أطراف متعددة غائب، كما هو جاء في الروبورتاج من حيث يعني التأجيل وانعكاساته السلبية، ولكن رغم ذلك أعتقد بأن المبررات التي دفعت بالتأجيل كانت يعني بشكل كبير موضوعية. ولكن هذا الشهر هل هو كافي لتلقيح أكبر عدد ممكن من الطلبة أو التلاميذ من بين عمري 12 و17؟ أعتقد بأن شهر غير كافي، لكن رغم ذلك يعني حسب آخر الإحصائيات التي كانت تشير إليها الوزارة منذ أيام أنها تمكنت من الوصول أو بلوغ أكثر من 50% من عدد الملقحين في صفوف التلاميذ والطلبة، وبالتالي على الأقل هناك يعني تقليل من
نسبة الخطر التي يمكن أن يشكلها يعني انتشار كوفيد 19 في الأوساط المدرسية وفي الأوساط الجامعية كذلك. وبالتالي فشهر غير كافي، ولكن على الأقل يقلل من مسألة يعني انتشار الجائحة بشكل كبير، خصوصا كما قلت بأن المغرب عرف متحورات يعني دلتا وغيرها. هناك تخوف كبير في المغرب على الأقل في أوساط أولياء أمور التلاميذ بأن يتم اعتماد نمط التعليم عن بعد لفترة أطول، لا نعلم كم قد تستمر تلك الفترة. هل هذا الاحتمال وارد؟ هل السلطات التعليمية في المغرب قد تذهب في هذا الاتجاه؟ أعتقد بأنه كل شيء وارد، مادام أنه رغم طبيعة تسجيل نسب مهمة من المستفيدين من التلقيح، إلا أن بطبيعة الحال المبررات التي يعني تظهر بين الفئة والأخرى، ظهور متحورات جديدة، عدم يعني إقبال نسبة مهمة من يعني من السكان أو من المواطنين على عملية التلقيح، قد جعلوا بطبيعة الحال هذه المسألة واردة بشكل كبير. الأكيد بأن التعليم عن بعد كما بطبيعة الحال عاشته يعني بلادنا المغرب خلال السنتين الماضيتين، بطبيعة الحال كانت له تأثيرات سلبية على مستوى جودة العملية التعليمية التعلمية، وبالتالي هذا بطبيعة الحال ما يدفع يعني ما يجعل لهذه المبررات مشروعية من قبل الآباء ومن قبل بطبيعة الحال بعض الفاعلين الآخرين، خصوصا المنتمين إلى القطاع الخاص الذين يصطدمون بشكل كبير مع الأسر في ظل طبيعة الحال يعني الخدمة التي طبيعة الحال تقدم والتي يرون بأنها تبقى ضئيلة ولا تلائم يعني انتظاراتهم. بالإضافة إلى أن عمل الحكومة المغربية على المصادقة على مرسوم وتقنين يعني التعليم عن بعد، لأنه في البداية كان هناك فراغ كبير على المستوى القانوني فيما يخص هذه النقطة، ولكن تم تداركها في الأشهر الماضية. لكن رغم ذلك أعتقد بأن الوزارة في مرسومها والذي صدقت عليه تنتصر يعني للجانب أو للشكل الحضوري في عملية التدريس، وتجعل من هذه العملية التعليم من عملية التعليم عن بعد يعني تكميلية، ويتم اللجوء إليها في الحالات بطبيعة الحال التي يستعصي على القيام. الآثار السلبية المحتملة لذلك تنسحب على يعني قطاعات أخرى في المغرب. شاهدنا في تقرير قبل قليل أنه حتى أصحاب المكتبات الذين يرتبط عملهم بالدخول المدرسي وبيع أكبر عدد من الكتب واللوازم المدرسية سيتأثر كثيرا. إذا هناك حتى جوانب سلبية لهذا القرار على الجانب الاقتصادي والتجاري في المغرب. أكيد بأن يعني عملية الدخول المدرسي حينما تم تأجيلها يعني أثرت بشكل كبير على مجموعة من الممولين، خصوصا يعني الذين يشتغلون في مجال بطبيعة الحال يعني هذا المجال المرتبط بالأدوات والكتب المدرسية إلى غير ذلك. ولكن رغم ذلك أعتقد بأن الأثر يبقى محدود، لأن تأجيله شهر لا يعني إلغاؤه، بمعنى أن الأسر ملزمة والتلاميذ ملزمون بطبيعة الحال التوفر على هذه الأدوات والتوفر على هذه العدة المدرسية بشكل عام، كما بما يجعل من يعني هذه المبررات ربما قد تكون يعني مبالغا فيها في ظل أنه يعني تأجيل شهر كامل. أكيد سوف تكون هناك مجموعة من الانعكاسات، ربما من حيث التزامات بديون محددة أو ضرائب محددة، ولكن أعتقد بأن يعني الأثر لا يمكن أو الانعكاسات السلبية قد تكون محدودة في هذا الشأن. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور رشيد بوابيد، أستاذ علم الاجتماع والباحث في التربية والتعليم من الرباط.